أبو الورد، أنا لازم فوت على بيتك اليوم، والله العظيم ماني متحمل نومة القهوة. إيه والله الحق معك، أساساً النوم بالقهوة كلها مو لبقت لك. إيه؟ شلون بدي فوت على البيت؟ بتعرف عم يقول لي علي تروح تنام بالجامع. بالجامع؟ إيه بالجامع. أنت الجامع وبيتك الحيط على الحيط. فهمت يعني شو بدي استفيد من نومة الجامع؟ رح حدد لك الحيط اللي بين بيتك وبين الجامع، وهيك بتقدر تفوت على بيتك ايمتى ما بدك. وايمتى رح تبلش فيها؟ اول شيء لازم تترك الشغل بالقهوه. ليه؟ لاني ما عاد بدي اياك تشتغل بالقهوه، بدي اياك تشتغل عند مني. اول شيء لازم تعمل لك شيء طرني بالقهوه مشان عبده يقلعك دغري والناس كلها تدرى انه انت تركت القهوه وطلعت منها. خلص لا تاكل هم، انا بحاكي عبده واتفق انا وياه. لازم يعرف وهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم شيخ ورد، يا اهلا وسهلا. اهلين يا بي. تيسر معلم، انت تيسر، الله معك، انا بتصرف. يلا السلام عليكم. سلامات شيخي. وعليكم السلام والرحمه والاكرام. الله. شو القصه يا بي؟ ليش عم تقول له يا معلم؟ يا بي ورد، جندوب هو المعلم إبراهيم. شلون؟